نادي في الكون. الأهلي فوق الجميع. يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم مباراته الودية الثانية أمام فريق نوفا بينكا في معسكره الخارجي بسلوفينيا، استعدادا لبطولة أفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من الرابع إلى السادس عشر من مارس المقبل. وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد خاض وديته الأولى أمس أمام دراس سبورت وانتهت بالتعادل 2-2 بعد اتفاق الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن حمدي الصافي مع نظيره السلوفاني على خوض المباراة على 4 أشواط بدلا من 3 لمنحه فرصته تجربة جميع اللاعبين. أرسل فريق ناشئات طائرة الأهلي 18 سنة خطاباً رسمياً إلى اتحاد الطائرة لطلب تأجيل مبارياته في نهائيات بطولة الجمهورية لتواجد 4 لاعبات ضمن قائمته مع الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي في معسكره المقام حالياً في سلوفينيا استعداداً للبطولة الأفريقية. وقال أحمد عبد الفتاح مدرب الفريق أن فريقه يضم 4 لاعبات هن نور ياسين وميار خليفة وندى وليد ودانا شوقي تتواجدان مع فريق الدرجة الأولى في معسكره في سلوفينيا، ومن ثم تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الطائرة لتأجيل مباريات النادي في نهائيات بطولة الجمهورية. أسفرت قرعة نهائيات بطولة الجمهورية ل 16 سنة مواليد 2001 للموسم الرياضي 2017-2018 في دورها قبل النهائي عن وقوع طائرة الأهلي ناشئات في المجموعة الثانية التي تضم كل من هليوبوليس والمقاولون ووادي دجلة. وبات من المقرر أن يستهل فريق طائرة الأهلي ناشئات 16 سنة مواجهته بلقاء وادي دجلة غدا السبت في 6 مساء على صالة النادي الأهلي، ثم يواجه المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية قبل مواجهة هليوبوليس في 3 مارس المقبل. تخضع سهيلة هشام لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل مران الفريق اليوم الجمعة لحسم موقفها من اللحاق بمباراة الجزيرة المنتظرة غدا السبت في دوري السوبر التي تقال على صالة النادي الأهلي بالجزيرة. وتعاني سهيلة من الإصابة في أنكل القدم، حيث يحدد الفحص الطبي اليوم الموقف النهائي بشأن الاستعانة باللاعبة من عدمه في مواجهة الغد أمام الجزيرة.